كنكرفسوا هنايا يعني المدرسه بعيده، لها الثلج تحت فوق تحت، الدراري كنكرفسوا في الثلج، الا كانت الثلج كاع ما كنمشيوش. الدراري الدراري عندهم المدرسه بعيده شويه، والسبيطار حتى هي مع شي 20 كيلومتر تقريبا، طريق صعيبه شويه مع هذا البرد وسميتو، صعيبه شويه على صاب الدراري. لا ما كنقدرش نكتب حتى كيجيني البرد، كنجلسو حتى نبراو ونمشي، نبراو بالعشوب ونمشي للمدرسه، لا ما كنمشيوش حيت بعيده علينا. العيالات حاملين الى بينا نديوهم من السبيطار كنتكرفسوا، ما كنلقاوش الطريق، الطريق بعيد وكتكون الثلج، والسبيطار بعيد، كنتكرفسوا في الطريق، المدرسة بعيدة، كيتكرفسوا الدراري في الطريق، إلا كانت الثلج كاع ما كيمشيو للمدرسة، كنجيبوا العواد من الغابة وكنسخنوا الماء في الكانون وكنصبنوا بهم، كنصبنوا حنايا في الشفنة بالماء بارد، كنسخنوا الماء في الكانون وكنصبنوا بهم وكنطيب بالعواد. إلا كنا مرضنا كنعسو في الدار، ما كيديونا لا السبيطار لا والو، كنشربو شوية د العشوب. هنايا في العيادات هنايا ما خدامش ما ردامش، هاد الثلج إلا جا تنحيدو من الصح دابا هكا، إلا ما كانش هاد الثلج ما كان والو، تنكرفسو في البردويه والطريق ما عندناش، السبيطار بعيد هي، الا ما نزلت سي مراكش ما داواش، بحال دابا انا عندي الفتيح دابا ما كاينش ما نداو، ما سنداو، وباقي كندير هذاك كندير الورقه، تنمشي تر تما وردوني، تقول لك سير طار شهر واحد ولا شهر جوج ولا شهر خمسه، داكشي اللي عندي دابا العمليه ديال الوالده، وتنمشي تر تما وردني، انا ما عندناش طريق، اللي ما عندناش حنا طريق هنايا كلشي ما عندناش طريق، وقلت لك كاينين مولانا الدوار هنا تكرفسوا في العيالات، ورجال حتى ما الا كان الشتاء الا كان هذا الثلج ما كانش قاب فين ندوزو. والراس كلشي كاع الدنيا ديالي مريضه، ثلاثه الافتتاحات اللي دارها ما مزيانش، دابا ثلاثه من تما وحده في هاد العين ما كنشوف شي، ما كتلقاش كيدير، لا ما كنشوف ما نلقى حتى شي حاجه، الا ما غاديش دي الناس عم كيد حتى يلحقني الفهم فين نقعد ما كنشوف شي، ولكن داير لي طبيبه واحد من تما، ولاني ما جا الماء ما كنشوف شيء، منو كاين من منو كاين من ما كنشوف شيء، واحد العين اللي دار لي على هذاك دار لي العمليه ما كنشوف شيء، كنشوف يشوف السي داتينو باش يكون مزيان، غنداوى كل الدات ديالي منو فيها خصني فلوس باش نداوى، ما عندنا والو، ما عندنا الله تعالى. العيالات اللي حاملين دا يمشي للسبيطار لتحت، الا ما كانش للسبيطار لتحت ما كاين والو، الا با يولدوا تنهبطوا لتحت ما كانش كيما نديروا ليه، نعيطوا على لابيلا الا جات في هاد الوقيتة صافي فين راه تدوز تطلع في هاد الطريق حتى توصل هنا، لا تنهزو حنا العيالات ولا الرجال في هذاك الطي يوصل القدرون، وهاد الطريق خارجه ليها القدرون راه 12 عام هادي ما تقدوش، كل عام قال لك غادي يقدو ما يقدوش،
وتتكرفسوا العيالات. البوطه الا خصنا هضنا الا ما نزلتي لتحت ما جبتيهاش، راه تكون الشتاء يكون كل شيء، الا ما نزلتي لتحت ما جبتيهاش. الطحين الا كاين الا خصو الناس، الا ما نزل لتحت ما كاينش حتى شي حاجه، ما كايناش هنا. اي الدراري تتكرفسوا المدرسه، الا كانش الا كانش هذه الا كانش هاد الثلج ما كينزلوش للمدرسه، والمدرسه اللي كاينه في التحت تقعدوا الدراري تكون هاد الشمس عادي ينزلوا، الا ما كانش هذاكش ما كانش والو. اي دير لينا السبيطار دير لينا الطريق، راه ما كاين والو الا ما كانش نصف. والمدرسه خصها تجي شي شويه هنايا في هاد القهوي اللي هنا، الا ما كانش المدرسه ما كاين والو. وهاد الناس تيتكرفسوا بزاف مع الدراري. انا تنطمن ان شاء الله الرحمن الرحيم ندوزو على راسي عادي لما نشوف كل شيء. هي منطقه جبليه وكتعاني من داكشي اللي كيعانيو منه كاع المناطق الجبليه، كيكون الثلج وكيكون البرد، كتكون القضيه شويه قاصحه. المدرسه كتكون بعيده، كيكون الدراري صعاب عليهم يمشيو للمدرسه، بعض الاخطار كيغيبوا الحصص المدرسيه كيغيبوا ما كيمشيوش لحقاش الطريق بعيد والثلج والدراري صغار باقيين صغار ما كيقدروش باش يمشيو. المناطق راكم عارفين المناطق الجبليه شي خاصهم، كلشي خاصهم تقريبا كلشي خاص. النساء القضيه شويه ما كاين لا قرايه ما كاين لا التوعيه لا والو، الناس في الديور صافي، المراه كتخدم في الدار فقط ما عندهاش شي حاجه اخرى. وفي حالة المرض شوف لي يديك، دابا مؤخرا ولاو كاين لافيلونس، ولكن قبل خصك تشوف شي واحد يديك جيل الدواء داكشي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.